مرحبا يا شباب، مجموعة حلقات في برمجة السيارات الحديثة. لكل شخص حابب يتعلم مجال برمجة السيارات الحديثة وفحص تشكيلة أعضاء السيارات الحديثة، هنقدمهم على قناتنا أوتوسكان مجموعة فيديوهات. هنورجيكم الآن مجموعة الأجهزة اللي حيتم تنزيلها في الحلقات القادمة، خليكم معنا لآخر الفيديو. في البداية راح يتم التدريب على أول جهاز، جهاز الدلفي الخاص بفحص وتشخيص أعطال السيارات، بفحص جميع المشاكل المتعلقة بالمحرك وجميع الأنظمة. طبعا جهاز الدلفي يأتي معه وصلة عبارة عن USB، يتم شبكه عن طريق اللابتوب، ومدخل الـOBD2 يتم شبك مدخل الـOBD2 عن طريق السيارة. مرفق أيضا مع الجهاز عبارة عن اللابتوب. لبرمجة جميع أنواع السيارات، هذا أول برنامج حيكون معنا للتدريب عليه. حنشوف الآن البرنامج الثاني. إحنا الآن متواجدين داخل الأكاديمية المقوم منهم بتدريب الفيديوهات وعمل الفيديوهات من خلالها. عنا عبارة عن كيت مرفق فيه عبارة عن إنسترومنت كاليستر، إنجن كنترول يونت، لوحة كمبيوتر، OBD2. يتم شبك الـOBD2 عن طريق الجهاز. هذا هو الكيت اللي حيتم التدريب عليه وتنزيل بعض الفيديوهات، كيفية عمل الكيت التدريبي وشبكه عن طريق الـOBD2. ايضا بعض الاجهزة، جهاز الفاج في SDC، وصلة الفاج. كيبل الفاج الخاص بمجموعة السيارات الفلوكس أوجن جروب، فلوكس أوجن وسيات وسكودا وأودي. في البداية حيتم تنزيل مجموعة حلقات عن وصلة الفاج وجهاز الدلفي في برمجة فحص وتشخيص أعضاء السيارات، وكيفية فحص الضفيرة الخاصة بمجموعة الأسلاك الخاصة بالإنسترومنت والـOBD2، كيفية فحص مدخل الـOBD2 الخاص بالسيارة. هذه مجموعة فيديوهات لكل شخص حابب يبدأ في مجال برمجة السيارات الحديثة وفحص وتشخيص أعضاء السيارات. مجموعة فيديوهات حيتم تنزيلها على القناة. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد في عالم أجهزة برمجة السيارات الحديثة وبرمجة المفاتيح. انتظرونا في الحلقة القادمة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.